عادة تنطلق من ديسمبر حتى المارس أفريل. مش السنة فقط معناها وقت يجي لعيد مولد قبل ديسمبر ديما نستهلك الصابة نتاع السنة الفاتة. هو بيش يكون أغلى، بيش يكون أغلى من السنة الفاتة في حدود 50 دينار. كان عام الأول من 25 ل 30. أسباب الارتفاع والله هي أهمها راه الزقوق وما عادش يتباع مناسبتيا ولا يتباع على طول العام. ولا الزقوق مادة قابلة للتحويل وللتصنيع. اللي نعمله من أنواع طيورت معناه يتباع للمصانع والمصانع تقوم بعمل الفرحي وحتى بعض المصانع والتعملها سيدة منه سيدة حاد. ثم أسباب أخرى راهو شجرة الصنوبر الحالبي هي كما أي شجرة أخرى تتأثر بالعوامل الطبيعية بالتغيرات المناخية حالة من الجفاف وقلة التساقطات وهذا أثر على الصابة أكيد جدا باش تأثر الحرائق اللي أتت على مساحات شاسعة من غابات الشمال الغربي. راهو عملية جمع وجني واستخلاص المادة هذه من الصنوبر الحلبي راهي عملية شاقة ومغنية جدا. هذا تصريح لرئيس الاتحاد المحلي للفلاحة في مكثر ولاية سريانة سي طارق المخزومي يحكي على الزقوق ويحكي على 50 دينار السعر المنتظر أو أكثر أو أقل بقليل. يحكي زاد على مشكل الإنتاج تأثر بأنه المعامل ولات تصنع فيها غرة بالزقوق وفي أنه وضعية الغابات ونقص المنتوج. سهيب شنو تعليقك الأول؟ أنا نقول الكلام هذا يعني يندرج في سياق عام للبلاد أنها تعيش في وضع متأزم خاصة في الوضع الفلاحي. وإحنا نعرف أن الزقوق يعني يخرج من الأشجار إلى غير ذلك. فأعتقد أنه عيب أنه توصل اليوم 50 دينار كيلو زقوق وهي نعرف أنه مناسبة يعني دينية. معظم الشعب التونسي يعني ولا جل الشعب التونسي يعني يريد أن يحيي هذه الاحتفالية وأنه يكون مواكب لهذه الاحتفالية. فمن العيب اليوم أنه تصبح مادة الزقوق ب 50 دينار في غياب تام للدولة في غياب تام لتسعير هذه المادة على الأقل. يعني وقت اللي يحكي لي على أنها تتوجه للمعامل ولا تتوجه من أجل صنع الياغورت إلى غير ذلك إحنا ما يهمناش في المسألة هذه أنها تمشي للمعامل تمشي للإنتاج يعني الرأسمالي وإلى الإنتاج يعني تاع الليبراليين. إحنا ما يهمناش في المسألة هذه. إحنا يهمنا كشعب تونسي أنه أولا نحافظوا على ثروتنا البيئية وثروتنا الغابية اللي هي اللي هي اليوم مكسب اللي أعطته لنا الطبيعة في أعتار أنه على الأقل نتفاعلوا معاه وننجو ما نريد أنه يلبي حاجياتنا اليوم حاجيات الشعب التونسي. الشعب التونسي ما يهموش في المعامل وما يهموش في المصانع هذه. يحب زقوق الشعب التونسي. الشعب التونسي يحب وقت اللي يتوجه للأسواق يلقى زقوق ويلقى المكونات نتاع العصيدة نتاعه ولا غير ذلك. هذا هو المطلوب للشعب التونسي. نعم. ما حشتيش أنا انا عندي سؤال لسهيب. سهيب انت تتنقل بين العاصمه والشمال، خلينا نفهموا موضوع الوسطاء هذيا. 50 دينار باش يتباع في المدن، بالنسبه لمناطق الانتاج قداش يتباع الزقوق؟ اشكال يا ليليا وين انه راهو كي تمشي للشجره والا كي تمشي للطبه الفلاح واللي يخدم في الغابه الاشكال ما تشريشه بالسوم هذا. راهو كيف يتعدى عبر المسالك هذيك راهو هو اللي باش قداش خلينا نفهموا الفرق على الاقل كان عندك فكره. انا نتذكر العويمات اللي فاتوا كانوا 5 ب 10,000 الكيلو تاع الزقوق. يعني انه يوصل طفره للدرجه هذه ب 50 دينار يعني كارثه. وين الدوله؟ وين المراقبه؟ انا باش نعطيك مثال اخر ليليا. ريت الطماطم كان فما اسعار حره. اي فما اسعار اسعارها حره. فما اسعار حره لكن اليوم ما فماش حوايج حره يلزم كلها تخضع لاراده الدوله وتخضع كل شيء لمسالك التوزيع نتاع الدوله من اجل انه تكون تمس كل شرائح المجتمع. راهو عيب انه طبقه تاكل الزقوق في العصيده وطبقه ما تاكلش الزقوق كانه الرسول يعني ملك لطبقه راسماليه وطبقه برجوازيه والفقراء لديهم يعني فقط انه يحيي مش يحيي هذا اكيد انه هي احنا هنا في العادات والتقاليد لانه الاحتفاء بالمولد النبوي من نواحي الدينيه ما عندوش حتى علاقه بالاكل ولكن احنا في العادات والتقاليد فقط باش نوضحوا. هي رمزيه وعاده وتقاليد. لكن اللي باش نعطيك مثال اخر انا على الفلاحه وباش نعطيك مثال اخر على السواني. ريت الطماطم فما طبايب يمشوا نحوا منها الطماطم تزرع الطماطم الى غير ذلك. راهو الطماطم يشريوا فيها بسعر رمزي من 60 فرنك الى 200 مليم الكيلو تاع الطماطم. شكون تجار كبار التجار؟ مش
الاشجار المصانع والمعامل المصانع نعم. والمعامل اللي تعمل لنا نعم. في حقوق الطماطم وبعدين تبيعها لنا ب 5000 بتحكي على الصناعات التحويليه انها مستفيده من الثروه الزراعيه على حساب المواطن. بتبيع انا باش نفسر فقط للساده المستمعين نعم. راه الطماطم نشرو فيها ب 5000 وب 4800 وب 4700 انت والنوع وانت واسم الحكه تاع الطماطم راهو تشري راهو يشرو فيه من 60 ل 200 وفما كلفه نتاع تحويل وفما مصانع وفما صناعه كامله زاده فما تشغيليه للصناعه هذيا باش زاده نعطيو حق الجانب الاخر هذي لانه ماهمش حاضرين معنا في اطار نعم في اطار خلينا في الزقوق واحنا ما ينجم يعمل انت هزيتنا للطماطم احنا نحبوا نحكيو على الزقوق نعم نعم خلينا نسمعوا سي خالد. سي خالد حكى زاده رئيس الاتحاد المحلي للفلاحه سي طارق المخزومي على وضعيه الغابات والحرائق اللي قللت من انتاج الزقوق. تو المسؤولين قلت لي هما يعطيو تبريرات لل يعني محدوديه الانتاج. التبريرات هذه هي تبريرات فيها قدر كبير من المعقوليه، ثم جوانب مربوطه بالتحولات المناخيه، ثم جوانب مربوطه بالحرائق. نعم. لكن انا اريد ان اتناول المساله وفي براي متطرف اخر. نعم. يا اخي نحن نحتفل ونحتفي بالمولد النبوي الشريف. المولد النبوي الشريف ماهوش المولد تاع زقوق. يعني خلينا نكونوا واقعيين. نعم. احنا المواطنين نتاعنا يتذمروا من الاسعار ومن غلاء الاسعار والتهابها في كل شيء. يلزمنا نفصلوا الفكره هذه لانه المواطن التونسي يلزمه في كل مناسبه يحتفل بما يسقط في جوفه. بالثقافه الاستهلاكيه. نعم. لا وحكايه مبنيه على على على, على خلل معناها هذا مبحث تو معناها كيفاش نقولوا في علم في علم الاناثه انثروبولوجي لكن انثروبولوجيا الطعام هذا عالم كامل بالنسبه صحيح. بالنسبه للتوانسه لكن نشوفوا شنو معناها الدوله باش نجيو نوقفوا دواليب الدوله والرئيس قال دواليبها واقفه نعم. نوقفوا دواليب الدوله نتلهوا بالزقوق عندنا قضايا اهم يلزمنا نهتموا نعم. بها ويلزمنا نصرفوا لها كما قضيه التهميش اللي كنا نحكيوا عليها نعم. دونك خلينا نكونوا واقعيين بالعكس دور الاعلام نعم. فيما أعتقد أنه يضيء على الجوانب الأهم في الاحتفال بالمولد النبوي نعم. أنه في عوض ما نهتم بما نأكل نهتم سكوكو. بما نفكر به نهتم بأنه نخلق حالات متاع وعي مواطني متاع تضامن بين الناس مش متاع يعني تعسف على قدرات الناس. المواطن البسيط وهذه مرة أخرى وأختم بهذا نعم. أنه خب في واد أنه خب فاش يحكيه تو يخموا في الانتخابات العودة المدرسية وفي نعم. المحكمة الإدارية. المواطن عنده اهتمامات أخرى. المواطن يخم في العودة المدرسية وفي المحفظة وفي الكتب وفي الاتيودات وفي في المورد وفي الفواكه إيه؟ نعم. وكانك انت حليت المشكله نتاعك وشريت الزقوق وبرا شريت الزقوق رخيص نعم. برا شوف سوم البندق قداش نعم. برا شوف سوم يعني شوف الحكايه ابعد من هيك بالله ما لازمناش نكرسوا القطيعه هذه خلينا نكونوا ديما صوت الناس اقرب احسن نعم. وهذا شنو نحاولوا نعملوه لانه اليوم جزء انت علقت على الاعلام جزء من عمل الاعلام هو ما يهم الناس والزقوق اليوم يهم الناس رغم انت كما قلت احنا شعوب تفرح وتحتفل وتحزن عن طريق الطعام وهالثقافه الاستهلاكيه هذه. باش نهزكم للعالم الجدل مختلف بين الهند والسعوديه. السينما هي التي تخلق هذا الجدل. عمل كبير وعمل جميل وعمل عالميا وفنيا وتقنيا. الذباب الالكتروني والجماعه هذولين اللي قاعدين يسيئون يحاولون يعملون شد وجذب بيننا نحن وبين الدول الاخرى قاعدين يستغلوا الفيلم لمآربهم على اساس انه يجلدوا الاخرين. للاسف نحن في دول الخليج كلنا اخوه. حتى النقد انا اتقبله ما عندي مشكله بس يكون نقد فني بعيدا عن الشخصنه وما شابه ذلك. هذايا بطل الفيلم الممثل العماني طالب البلوشي لعب دور شخصية رئيسية في فيلم حياة الماعز. هذا الفيلم الهندي قعد سنوات تحت التصوير ووقت اللي خرج عمل أعلى إيرادات ولكن عمل أكبر جدل The Goat Life وإلا حياة الماعز. هذا الفيلم مستوحى من قصة حقيقية ورجع للمشهد الجدل بخصوص نظام الكفيل في دول الخليج وفي السعودية. والحقيقة عمل
غضب سعودي. شوفوا على المنصات تعليقات من المواطنين من النخبة من المثقفين كلهم يصوروا ويهبطوا فيديوهات مع العمالة الهندية وغيرها باش يوريوا حسن العلاقة وحسن التصرف في السعودية. لهنا سهيب باش نبدأ معاك الفن والسينما وتأثيرها في العلاقات الخارجية والدبلوماسية. هل هو تأثير مفتعل؟ هل هو تأثير عفوي خلقوا العمل السينمائي جاء ثم جاء الجدل أم أنه بفعل فاعل لأنه هذي الكل مطروح اليوم في النقاشات؟ هو شوف ليليا يعني مما لا يختلف فيه لدي مختلفين أنه العمل السينمائي هو الذي يوجه الرأي العام وهو يكسب وعي جديد. واحنا تربينا يعني واحنا صغار على الافلام وعلى المسلسلات اللي اكسبت فينا على الاقل وعي بقضيتنا المركزيه اللي هي القضيه الفلسطينيه، واكسبت لنا وعي وطني وسيادي، واكسبت لنا يعني وعي حتى انساني بصفه عامه بجمله من القضايا سواء الوطنيه والقوميه والانسانيه. فبالتالي يعني انه افلام كما هكا انا الحقيقه ما تفرجتش فيه الفيلم هذا لانه مازال في النتفليكس ومازال يعني يجب انه ندفعوا الفلوس باش نتفرجوا في الفيلم هذايا. انا على الاقل في قراءتي العامه للفيلم هذايا نقول انه راهو الفيلم هذايا يعني يمس بالاساس يعني معضله اساسيه اللي هي معضله المواطنه ومعضله اخرى اللي هي معضله الهجره الى الهجره المنظمه لنا نحكو الى السعوديه او نعم. الى بعض دول الخليج التي تعتمد نظام الكفيل. نعم. يعني نظام الكفيل هو هذا انا اراه انه عبوديه جديده او في شكل يعني رق جديد انه اليوم الانسان ما يدخل للبلاد هذه الا ما يكون يعني تحت وصايه كفيل تحت وصايه يعني من هو مواطن سعودي او مواطن خليجي. الكفيل تنجم تكون شركه او مؤسسه أو يعني مؤسسة. هو عباره عن عقد عمل باش نعطيه الصوره كما هي بالطبيعه يعني نعم. يلزم اليوم تدخل للسعوديه ولا تدخل اي دوله من دول الخليج لازم يكون هنالك كفيل. في مقابل ذلك هذا نشوفوه ليليا انه يتنافى بالضروره مع القيم الكونيه والقيم الانسانيه والقانون الدولي الذي يسمح بحرية التنقل وحرية الهجرة المنظمة. أنا باش ندغدغ شوية الذاكرة متاعي والفكر متاعي راهو هذايا الفيلم هذايا وهو يمس طبيعة النظام وإلا يمس طبيعة الظروف اللي ممكن أنك أنت تهاجر فيها للدول الخليج. يذكرني أيضا بالفيلم الآخر اللي يمس الذاكرة الإنسانية والذاكرة النسوية بالأساس اللي هو سيخالة دو تتذكره فيلم خرج في بداية الثمانينات اللي هو رجم ثوريا اللي عرى وكشف طبيعة النظام الإيراني في إطار تعامله مع المرأة اللي وقتها المرأة المتهمة من قبل يعني زوجها الذي افترى عليها ورجال الدين. دونك لهنا تحكي على دور السينما في التغيير. دور السينما في التغيير يعني والكاتب الفرنسي الكاتب الصحفي الفرنسي اللي خرج ذلك الفيلم واللي عرى الطبيعة الموجودة الإيرانية في الفترة هذيك من ناحية يعني غياب الدولة غياب المؤسسات وحضور في مقابل ذلك الثيوقراطية والأوتوقراطية. صهيب هذا طبعا جزء من المشهد. سي خالد كرونة فما زاد تعليقات وقراءات وتحاليل تتحدث عن استهداف سياسي للسعودية، تتحدث عن تغطية بالضجة اللي عملها الفيلم على مجازر غزة. شنو تعليقك وتقديرك في النقطة هذه؟ أولا مرة أخرى تثبت الثقافة والأعمال الثقافية أنها يمكن أن تعيد توجيه البوصلة وتحريك الضمير الإنساني. نعم يعني في كلمتين هذا الفيلم وفق ما توفر لدينا معلومات عنه نعم. حياة الماعز القصة الحقيقية التي يستند إليها هي قصة قديمة تعود إلى سنة 93 و 900 وألف. هذا الفيلم بثلاث ساعات وفيلم نعم. طويل نعم. استمر تصويره حسب ما قيل حوالي خمس سنوات. الضجة التي أحدثها الآن تعود إلى أن للأسف إخوتنا العرب في دول الخليج لديهم دائما تصور أنهم ينبغي أن يكونوا فوق النقد. في حقيقة الأمر نظام الكفيل وهو ليس نظاما خاصا بالسعودية وهو نظام منتشر في أغلب دول الخليج نعم. هو نظام فعلا مخالف لكل المواثيق الدولية ولكل مبادئ حقوق الإنسان لأن هي أصلا قصة هذا الممثل نجيب هي قصة الدور حقيقية. أي أنه نعم. أنه من المطار انتقل ليجد نفسه في الصحراء راعيا للمعز وللأغنام. يعني القضية في جوهرها أنه غير المعقول أن نرى فضائيات تخطب علينا في الديمقراطية وفي الحريات وتخطب علينا في يعني في المعمار
وتقدم لدينا صورا في التطور، وفي نفس الوقت المنظومة القانونية والمنظومة الاجتماعية تظل على ذردها. يعني عندما نذهب إلى بلدان الخليج للأسف الشديد، وليقبل إخوتنا يعني برحابة صدر هذا الذي نقول، لأنه لا يشرفهم ولا يشرفونا. نعم. ما يجري للجالية القادمة من بنغلاديش، ما يجري لخال الخادمات التي يتم دعوتهن واستعبادهن واسترقاقهن من نعم. الفلبين ومن غيرها من الدول، هذا يؤسس لصورة مخالفة ليس فقط للمواثيق الإنسانية، للأخلاق العربية، للمبادئ الدينية. يعني هذا أصلا يعني معرة عار. وأنا شخصيا، ولكن سي خالد زادة ماهوش سلوك عام، لا موجود لا الحالات هذه، لا لا باش وهناك ينبغي أن نقول الحقيقة، وهناك أناس يعيشون حياتهم كلها دون أن تكون لهم هويات. ولا أريد أن أدخل في هذه المتاهة. نعم. يا جماعة البدون كما تعرفين، أنا عندما أتذكر هذا أتذكر 1841 وقرار إلغاء الرق في تونس، وأنظر إلى تفاوت التقدم الحضاري في منطقة واحدة. نحن عندما نقول هذا الكلام لا نقوله بسعادة، نريد أن نرى كل الدول العربية على كل الأقطار العربية على نفس المسار في الإيمان بالقيم الإنسانية وفي الحياة السياسية المتطورة وفي الرفاه الاقتصادي وفي العيش الكريم. هذا لا يعني أننا نريد أن نخلق حساسية. هذا فقط أنا حبيت النسب، لأنه فما إيه؟ حالات متاع معاملات إنسانية راقية إيه؟ لا. جداً. أنت في القانون والمنطق كنت أنت كفيلي. نعم. فليس يعني ذلك إذا كنت أنت جيدة معي أن نظام الكفالة نظام جيد. واضح. في دور السينما سي خالد في ثواني. في دور السينما. نعم. أنا بالنسبة إلي دور السينما كدور باقي الفنون كلها دورها أن تخلص الإنسان من جوانب من وحشيته. يعني بعيد عن التجاذبات السياسية. بعيد. لا لا، هذا الفيلم في جوهره أنا لا أفهمه. أنا بالمناسبة أنا أفهم غضب جزء من الإخوة السعوديين. نعم. لأنه في نهاية المطاف الحقيقة كما يقال دائما بشعة. نعم. والحقيقة لا نريد أن نراها، وينبغي أن نتذكر الأساطير اليونانية القديمة. نعم. عندما سمل أوديب عينيه حتى لا يرى الحقيقة. لحديش 45 دقيقة بعد شوية باش نخرجوا للميدان مع ضياء الدين الكريفي، خليكم معنا.